أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تصريحات الرئيس هذه الأخيرة ومآلات اتفاق الرياض. قال الرئيس عبد الرب منصور هادي إن تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعد المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها، وأكد هادي خلال لقائه قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية الاستعداد التام لتشكيل حكومة جديدة بناء على اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر الماضي. وشدد الرئيس على ضرورة تجاوز المماحكات السياسية وتوحيد الجهود للحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية ومشروع الدولة الاتحادي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي مآلات اتفاق الرياض بعد أن تجاوز مدته الزمنية المحددة؟ وكيف يمكن فهم خطاب الرئيس هادي في هذا السياق؟ نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. في لقاء ثنائي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية، أشار الرئيس هادي إلى جهود الحكومة التي تبذلها في إطار الحرص على تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والذي تجسدت خطواته في عودة الحكومة إلى عدن ومباشرتها في توفير الخدمات المتمثلة في الكهرباء والماء والخدمات الصحية وتحسين النظافة وصرف المرتبات وغيرها من الخطوات الهامة. من جانبه، أكد السفير الأمريكي مواقف بلاده الداعم لليمن وقيادته الشرعية، مثمنا جهود الرئيس في الوصول إلى إخراج وإنجاح اتفاق الرياض ومواصلة تنفيذ خطواته. أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض هو ما تؤكد عليه الحكومة في جميع تصريحاتها ومواقفها، وكأنها القشة التي تقسم ظهر البعير الآن، لكن الطريق ليست سالكة ومعبدة أمام هذا الاتفاق الذي رعته الرياض والإمارات. فقد قال وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي إن الإجراءات العملية على الأرض تشير إلى وجود بعض العراقيل والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الواضحة والمزمنة، وهذا لن يساعد أحدا ولن يخدم عملية السلام، بل سيصب في مصلحة ميليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني في اليمن. عدم تنفيذ البنود المزمنة ليست العائق الوحيد أمام سريان الاتفاق رغم مرور أكثر من شهر على توقيعه، فقد حاولت الإمارات وهي إحدى رعاة هذا الاتفاق تمرير أسلحة لأفراد المجلس الانتقالي في شبوة وأبين، وعرقلت عودة القوات الحكومية إلى عدن. وردا على هذه التحركات المدعومة من أبو ظبي، فقد طالب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو الرئيس هادي بالعمل على وقف الاستفزازات الإماراتية في المحافظة، مشيرا إلى وجود توتر بين الطرفين وإمكانية تفجر المواجهات في أي لحظة. حتى الآن لم تبدي السعودية أي تعليق على مجريات الأحداث في الجنوب، وفيما إذا كان اتفاق الرياض يسير على النحو المخطط له أو عن أسباب عدم سيره في الاتجاه الصحيح. وحتى فيما لو تحدثت الرياض الآن، فإن الأحداث في المحافظات الجنوبية تشير إلى تفجر الأوضاع أقرب مما تشير إلى وجود اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. إذن نبدأ النقاش مع ضيفي المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي من مأرب. سيد عبد الحفيظ، مساء الخير. مساء النور أختي الكريمة، أهلا بك. أهلا بك سيد عبد الحفيظ. بداية، وبرأيك هل ما يزال الرهان على تنفيذ اتفاق الرياض هو المخرج الوحيد للوضع في اليمن؟ والله في اعتقادي بأن بنود الاتفاق الذي تم الاتفاق عليها بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية آلت إلى الفشل. الدليل من خلال 6 الخروقات وعدم ورفض المجلس الانتقالي والقوات المسلحة التي أنشأتها له الإمارات لا تزال تمنع من انتشار القوات الحكومية في مرافق الدولة في عدن، ناهيك أيضا عن انتشارها في محافظات كأبين، إضافة إلى تلك العراقيل والاختلالات الأمنية التي تفتعلها في محافظة شبوة كمؤشر خطير لاستهداف الاتفاق الرياض. وبالتالي باعتقادي بأن هذا الاتفاق هو ضمن سلسلة اتفاقات أو اتفاقيات أبرمتها الحكومة الشرعية، سواء كان مع ميليشيات الحوثي أو حتى مع ميليشيات المجلس الانتقالي، كلها آلت إلى الفشل، لأن الحديث صراحة والحوار والاتفاقات مع ميليشيات عادة لا تلتزم هذه الميليشيات، لأنها تتعامل بمنطقة الميليشيات ومنطقة العصابات في منطقة المصالح، بمنطقة أن تكون مأجورة للجهات أجنبية وإقليمية. وبالتالي في اعتقادي بأن المؤمل فيه من اتفاق الرياض يبدو أنه يعني في الطريق إلى الفشل، أو ربما وصل إلى 70% من الفشل حتى هذه اللحظة
وما يتم من تصريحات ومن القياده المملكه العربيه السعوديه او من التصريحات للحكومه الشرعيه فيما يتعلق باتفاق الرياض، باعتقادي بان الامر سيؤول الى الفشل الذريع كعادة كل الاتفاقيات على امتداد منذ الانقلاب وحتى منذ الاتفاقيات او الحوار المؤتمر الحوار في صنعاء واتفاقيات صنعاء مع ميليشيات الحوثي وحتى اتفاقيات الاخيره في الرياض مع ميليشيات المجلس الانتقالي، وبالتالي لا يؤمن اليمنيون كثيرا والمراقبون للاحداث ومسار الاحداث والتطورات التي تحدث في عدن وفي تبوه وفي ابين كلها للاسف الشديد منطق عصابات وميليشيات تستهدف قوه الجيش وهي تريد ان تنفذ بنود الاتفاق وتنتقل من محافظه جنوبيه الى اخرى ويتم استهدافها بكمائد وتتقدم الامارات وستدفع بالعديد من الاسلحه البريه والجويه ايضا للاستفزازات التي حدثت في شبوه وفي معسكرات الحكومه الشرعيه. للاسف الشديد يبشر عن او ينبئ عن للاسف الشديد عن فشل سريع لاتفاقيات الرياض، وبالتالي تتحمل الحكومه والمملكه العربيه السعوديه مآل هذا الفشل الذي عقد عليه اليمنيون امالا على ان تكون المرحله القادمه مرحله مشرقه واستعاده الدوله والشرعيه، لكن يبدو ان الشرعيه تتعرض لاكثر من نصف في خاصرتها سواء كان في الجنوب او في الشمال، وللاسف الشديد بايادي حليفه جاءت لاعادتها الى 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 استعاده الدوله. قدمت براهين على فشل الاتفاق سيد عبد الحفيظ، كيف يمكن تفسير تمسك الحكومه والرئيس هادي بنفسه بهذا الاتفاق؟ يا سيدتي الرئيس الجمهوريه والحكومه يمضيان وفق ما التوجهات وفق الاقوى الجهات التي تقف وراءهما سواء كانت المملكه العربيه السعوديه او قياده التحالف عموما، هناك تجاذب وتقاطع مصالح التحالف نفسه اثر وانعكس ذلك سلبا على اداء الحكومه وبالتالي في اعتقادي بان لا يوجد املا في استعاده الدوله، وبالتالي تتحمل المملكه العربيه السعوديه صراحه مسؤوليه اخفاق الاتفاق الرياض لانها قادره ان تلزم المجلس الانتقالي باحترام اراده الشعب اليمني واحترام المتفقين واحترام الجهات التي اشرفت وادارت هذا الاتفاق في الرياض، وهو بالتالي يعني صفعه صراحه وجهها المجلس الانتقالي ومن خلال حتى تصريح مسؤوليهم ووسائل اعلامهم حتى وصلوا الى الاستهانه بالقياده السياسيه في المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي في اعتقادي بان المصالح بين الامارات والمملكه العربيه السعوديه ينعكس سلبا على الواقع الميداني فيما يتعلق بهذا الفشل الذريع لحقن دماء اليمنيين وتوحيد جهودهم لانهاء الانقلاب في صنعاء، واذا بالشعب اليمني وبالحكومه اليمنيه وبالشرعيه التي اراد التحالف استعادتها تواجه انقلابا جديدا وميليشيات جديده ومسلحين جدد واجنده جديده، وبالتالي كل هذه الاخفاقات وكل هذه الاجندات للاسف الشديد لا اقول تستهدف اليمنيين فقط ولكن ايضا تستهدف الاشقاء والفشل نعم. إذا أضم إلينا أيضا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، ابقى معنا سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الهادي لو تسمعني مساء الخير. يا مساء النور أختي. سيد عبد الهادي، بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتنفيذ أهم ما تضمنه اتفاق الرياض، برأيك هل ما زال الاتفاق قائما أم تتفق مع السيد عبد الحفيظ على فشله؟ أنا أقول السيد عبد الحفيظ ذهب باتجاه محدد، لكن ما أقوله هو أن هذا الاتفاق هو في الأصل اتفاقا بين أهم دولتين في التحالف العربي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الشرعية والمجلس الانتقالي. هذا اتفاق أسري فوق في الرياض، فهل كانت هذه الأطراف التي شملها الاتفاق مؤمنة بأنها بحاجة إلى هذا الاتفاق وأنه يمثلها أم أن المسألة كانت فوقية؟ هنالك حسب ما يبدو الآن ربما خلافا كبيرا في إعادة تحريف الهيمنة والنفوذ لكلا دول التحالف العربي وهي المناط بها مسألة تنفيذ هذا الاتفاق أو فرضه كما
أتلف ضيفك الكريم، لأن المسألة الاتفاق عندما يكون نابعا من أطراف ذات إرادة كاملة ومتفقة عليه، هنا يكون التنفيذ إجرائيا ويجري من ذات نفسه بمجرد الوصول إلى قناعة لدى قيادة الطرفين بهذا الاتفاق. لكن عندما يكون الاتفاق مطلوبا تظل عشرات من الفجوات وأماكن الاختلاف وأماكن الاتفاق، لكن يبدو أن الشرعية لا زالت تباري الاتفاق تماما. هي الآن تطرح إجراءات تحديد خطة مستقبلية للبلد، هنالك حديث عن تشكيل حكومة وما حكومة وغيرها. أيضا لم تعود الحكومة بشكل كامل في حين كان الاتفاق يقول تعود الحكومة، ولا أدري هل ما ألحق بهذا الاتفاق في الجانب المفاهيمي يعدد الحكومة برئيس مجلس الوزراء فقط وليس بالوزراء. أيضا ما حدد للمجلس الانتقالي، هنالك نوعا من التداخل بين الطرفان، وهذه المحطة هي محطة تسخين لإعادة ترتيب أوراق العلاقات السعودية الإماراتية، وبالتالي أوراق العلاقة داخل التحالف مع السلطة الشرعية اليمنية ومع الأدوات الأخرى. فالاتفاق لن ينفذ ولن يسقط. طيب ما هي مآلاته بالتالي، خصوصا أن خطوات تنفيذه تعطلت أو أجلت؟ الخطوط التنفيذية إذا نفذ بعضها فهناك جزء من التنفيذ يقنع المصرين على التنفيذ، وما يعطل يقنع النصف الآخر المصر على أن المسألة تعطل، أي أن المسألة لا تخرج بشكل إيجابي. هل هذا الاتفاق يعطل تماما أم نفذ؟ نفذت بعض الأشياء، لكن الأشياء الاستراتيجية لا تنفذ، وهذا يعني أن كل من الأطراف الموقعين على الاتفاق الموقعين على الاتفاق مثلا في الإخوة في المجلس الانتقالي أو الإخوة في الحكومة فاقدي الإرادة أو فاقدي الأهلية لتمثيل هذا الاتفاق من كلا الطرفين. إذا أرجو أن تبقى معي. أعود لضيفي أيضا من مأرب عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، وجه إليك نفس السؤال، ما هي مآلات هذا الاتفاق؟ ما السيناريوهات التي تتوقعها؟ باعتقادي إذا ما استمر المسار تنفيذ الاتفاق على هذه الشاكلة المعكوسة، فباعتقادي قد تظهر مبادرات جديدة واتفاقيات جديدة، وسنظل ندور في حلقة مفرغة، لكن على حساب السيادة الوطنية، على حساب استقلال القرار السياسي، على حساب الشعب اليمني الذي يرزح تحت وطأة هذه الميليشيات في صنعاء وتقاطع المصالح لميليشيات في المحافظات الجنوبية. أبناء الشعب اليمني هم من سيتضرر كثيرا إذا هذا يعني هذا الجدل السياسي وهذا الفرق السياسي في صدر الحكومة الشرعية، وفي للأسف الشديد أيضا في القرارات السياسية لدول التحالف العربي تكدم كثيرا إذا لم تمضي مع الشعب اليمني بنية سابقة لإقالة عثرته ونقله إلى مسودة ومساحة للسلام والتسامح وترسيخ دعائم الدولة الاتحادية التي ينشدها الشعب اليمني وتنشدها الحكومة الشرعية، بعيدا عن سياسة التمزيق، بعيدا عن سياسة المصالح، بعيدا عن سياسة عمليات النهب واسترداد الأموال التي صرفت في الحرب، يتم يعني نهبها من إرادات الشعب اليمني وثرواته وكرامته وحريته. هذا أمر مؤسف أختي الكريمة، وبالتالي المآلات في اعتقادي مآلات ستكون مؤلمة ومحزنة ليس فقط للشعب اليمني، ولكن حتى لدول الجوار ستتحمل هذه الكلفة الباهظة، ليس على المستوى الإنساني، مستوى الدول الجانب المؤسساتي، وعلى مستوى بالضبط القرار السياسي. حول هذا كنت سأسألك، قلت ندور في حلقة مغلقة الاتفاق من الاتفاقات السابقة والتالية كلها ندور فيها في حلقة مغلقة. هل الدور الإقليمي يد في فشل هذه الاتفاقات السابقة واللاحقة كما توقعت؟ نعم، في اعتقادي المصالح المتقاطعة في الواقع الإقليمي ينعكس طبعا على الواقع السياسي والعسكري كذلك في استعادة الدولة والشرعية في اليمن. وبالتالي في اعتقادي بأن الإخوة والأشقاء العربي عليهم أن يكونوا أكثر يعني أخلاقية إن صح التعبير، ويكونوا أكثر
قربا من القرار السياسي والشعب اليمني والاستعادة الدولة واستعادة الشرعية وتحديد وتجميع وتكثيف الجهود في مواجهة المشروع الإيراني الذي يعرض العربية والخليج العربي وأيضا في اليمن، وألا يترك للمشروع الإيراني يعني أن تكون اليمن يعني نصل في خاصرة الأشقة كما يريدها المشروع الإيراني. وبالتالي في اعتقادي بأن الجميع سيتضرر من هذه المآلات لإخفاق هذه سلسلة الإخفاقات التي تجرى لعملية الاتفاقيات. واعتقادي بأن القوى الإقليمية للأسف الشديد ضالعة ضلوعا كبيرا ومتورطة في هذه الإخفاقات التي تدور في استعادة الدولة والشرعية كهدف رئيسي لعاصفة الحزم، والتي تبددت معها آمال اليمنيين في استعادة الدولة والحكومة الشرعية. وأصبحت الحكومة الشرعية والجيش الوطني الذي أسهمت هو التحالف العربي بإنشاء فجأة يتحول لهذا الجيش إلى عدو ويقصف جوا ويقصف برا، وسلسلة من التاريخ الأسود للأسف الشديد في عملية استهداف القوى الحية داخل الشعب اليمني. وحتى الجيش الذي بنته قوة التحالف وبناه الشعب اليمني وبنته الحكومة الشرعية وأشرفت عليه كافة هذه القوى لمواجهة المشروع الإيراني، وإذا به يتعرض للأسف الشديد تتعرض قيادته للاغتيالات، ويتعرض عناصره الحرة للاغتيالات، وتتعرض قواته للقصف، وتخذل جبهة عن جبهة أخرى بحسابات وأجندات فارغة في اعتقادي وليست منطقية. وسيتحمل، والتاريخ التاريخ سيحمل كل جهة ضالعة في إفشال الاتفاقيات وإعادة الدولة والحكومة وإعادة المؤسسات للشعب اليمني شيئة الحوثي. سيندم الجميع وسيندم الأشقاء يوم أن فرطوا بهذا الشعب اليمني ويوم أن لم يقفوا خلفه، وبالتالي الشعب اليمني هذا الصبور الصامد سيتحمل الكثير إزاء ذلك، ولكن سيندم الأشقاء وستكون وصمة عار في جبين في جبينهم، وصمة عار تاريخية ستلاحقهم إذا الشاكلة وعلى هذا المسار في تفتيت عضد الشعب اليمني واستهداف قواه الحية تحت لافتة وياسطة التحالف وتحت ياسطة عواصف الحزم التي يعني خرج الشعب اليمني بالملايين يؤيدها، ولكن للأسف الشديد ضاعت وتلاشت تلك. أشكرك جزيل الشكر عبد الحفيظ الحطامي المحلل السياسي، كنت معي من مأرب. ينضم نعود للسيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، ربما استمعت حول الدور الإقليمي من السيد عبد الحفيظ، لكن الإرادة الدولية يبدو من الواضح أنها لا زالت تراهن على المضي قدما في هذا الاتفاق، وهذا يظهر من موقف السفير الأمريكي الذي ثمن جهود الحكومة في محاولات إنجاح الاتفاق. كيف تقرأ أنت ذلك؟ أعتقد أن الاتفاق فرض أولا بإرادة غربية ولم يقم بإرادة إقليمية. الاتفاق بحد ذاته فرض بإدارة غربية بعد خطأ ارتكبته الإمارات باستهدافها للجيش الوطني خارج مدينة عدن. هذه المسألة تفاقمت وأيضا تطورت، وهناك نوع من بداية تحريك لمصالح دولية داخل المنطقة هي التي أوقفت تنفيذ أي اتفاق منذ العام 2011 وحتى اليوم في خصوص الحكومة اليمنية. كل فشل تلك الاتفاقيات أصبحت لدينا مصفوفة من الاتفاقيات التي لا تنقض، لأن هذه المصفوفة هي ليست سوى انعكاس لصراعات دولية تتقاطع مع مصالح إقليمية. يحاول الإقليم أن يعمل من اليمن مترسا تفاوضيا يثبت وجوده في كل من المياه الإقليمية سواء في البحر الأحمر أو خليج العربي أو خليج عدن وخليج عمان، وهي مرتبطة بمجموعة من المصالح في ظل تقاطع دولي على منطقة أصبحت اليوم خطا ساخنا بعد أن ظهرت الصين في السواحل الباكستانية بمشروعها الكبير، وهنالك صراع كبير على شرق أفريقيا، وهذا البلد هو مدخل هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية الكبيرة والموارد الطبيعية التي لا نهاية لها. البريطانيين ممسكون بغرفت وبالحدود وأيضا يقابضون عليها، وحتى وإن كانت حجر من نار في أيديهم، لكن هذه أحد الأوراق المهمة التي يجب أن يحتفظون بها.
الأمريكا لا يريدون أن يخرجونا بعيدا عن هذه الحسابات حتى على الفرنسي الألماني. طالما فرض اتفاق من جهات غربية وعربية أخرى سيد عبد الهادي، نعم، ألا يسلب ذلك السيادة اليمنية من أصحابها؟ السيادة اليمنية قد جعلت اليمنيين يتقاتلون فيما بينهم البين. هذا التقاتل الداخلي ما هو مطلوب اليوم هو أن يرفق اليمنيين ببعضهم البعض، لأن اللعبة أكبر منهم ويظهرونهم كمستخدمين كأحجار شطرنج داخل أمام لاعبين أيضا إقليميين ليسوا بذلك الحجم الكبير، لكن يقف خلف كل اللاعبين الإقليميين لاعبين دوليين أكبر ومصالح أعلى. نحن لنا تجارب سابقة في هذا الإطار لم تحسم، ما كان يسمى بالحرب الأهلية بين الجمهوريين والقوى الملكية يومها سوى باتفاق الخرطوم بين الزعيم العربي جمال عبد الناصر والملك فيصل، وبالتالي استطاع حلا إقليميا برضا دوليا على حساب القضية الوطنية. واليوم نراوح في نفس المكان متى ما أوجد، لكن الفرق الوحيد أن في الستينات كان هناك قطبين وكان هناك قطبين إقليميين، أما اليوم فهو قطب لكن دائم الحركة والتغير، ويجري أيضا نوعا من إعادة توازنات حساباته وحسابات الدولية، ويسقط هؤلاء ضحايا اليوم تحتشد قوى مسلحة، لأنه لم يظل في بلد ما يحتشد له الناس سوى الحرب. أصبحت الحرب هي الطامة الكبرى التي تعتلي مسرح الأحداث، في حين هذه مسائل مناطة بقوى تبدو حتى القوى الداخلية قوى غير متسقة فيما بينها البين بمسمياتها جميعا، ابتداء من الانقلابيين مرورا بالإخوة في ما يسمى المجلس الانتقالي، ويكون الموقف أكثر تشوها في قوى الحكومة في قوى السلطة الشرعية. نعم. التي تبدو اتحادا. طيب سيد عبد الهادي، ابتعدنا كثيرا، لكن لو عدنا للحديث عن بنود الاتفاق وهو ما يجب أن نتحدث عنه، البند الأول في الاتفاق نص على تشكيل الحكومة خلال 30 يوما، برأيك ما المانع من تشكيلها حتى الآن بحسب قراءتك؟ يعني الرئيس تحدث أيضا عن النية أو حسن النية ووجودها، هل تكفي النية التي تحدث عن وجودها الرئيس، أم أن ذكره للمواحكات السياسية أيضا هو إشارة للمعرقلين؟ يقال في الأمثال اليمنية أن حسن النية أو أن الحسنة هي أو أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة. النوايا الحسنة في مجال السياسة لا قيمة لها، وهو نوعا من التقنين في الحسابات. في هذا المجال هناك حكومة وسلطة شرعية عليها أن تثبت إما أن تكون أو لا تكون، وكيف تنظم علاقاتها مع شركائها المحليين، هذه مسألة أساسية. هناك فرقا كبيرا بين الوطن وبين أجزائه، الكل لا يساوي مجموعة أجزائه، السلطة الشرعية هي من تمثل الكل، وبالتالي عندما يتحول الكل مفاوضا لأجزائه فهنا حالة من التدمير الذاتي قد تأكل الجميع ونصبح جميعا بلا وطن إن ظل التعاطي مع البلد وكأن الجميع ليسوا ذوي مسؤولية. هنا المسألة مرتبطة بالرئاسة، وهي من تتحمل المسؤولية، ثم على الجميع أن يعي أننا لازلنا تحت الفصل السابع، هذا البلد لا زال تحت الفصل السابع، واما ان يقوم الاقليم بمهامه كامله، واما ان يتم رفع الملف الى مجلس الامن الدولي 60 شهرا ونصف اليوم، وهذه القضيه لم تحل. 60 شهرا هي اكثر من فتره استمرار، او قاربنا تماما فتره استمرار الحرب الكونيه الثانيه، الحرب العالميه الثانيه. لو كانت المساله مرتبطه باتفاقات، الاتفاقات لا تنفذ جزئيا، الاتفاقات تنفذ كليا وفق خطوات وبرنامج عملي، وهناك ضامنين يقيمون. ألم تشكل لجنة للتقييم؟ لماذا منذ العام 2011 إلى اليوم هذه اللجان الدولية والإقليمية لم تتفوه بكلمة واحدة؟ من يعرقل ما يجري داخل البلد؟ نعم، السعودية أيضا والإمارات تسعيان لأن تتحولان من طرف حرب لراعي سلام، وهو ما تفعله في اتفاق الرياض أيضا، كيف تنظر أنت لذلك؟ هذا بفعل ضغط دولي، هناك ضغط دولي كبير، هناك الآن تركيزا وتراكم لتقاطع المصالح في مدخل البحر الأحمر الجنوبي المعروف بمضيق ذباب المندب، و128 جزيرة تتبع هذا البلد الذي يفقد السيطرة على البحر كما يفقد السيطرة على البر.
نعم أشكرك سيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أيضا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة ماهر أبو المجد وكافة الطاقم، إلى اللقاء.